إذا وصلنا معكم مشاهدينا إلى موضوع فيه تحديات كثيرة وفيه إنجازات تضاف إلى رصيد المرأة. ضيفتنا الجاية تجاوز عدد مشاريعها في الإمارات 12 مشروع، وهي تتنوع بين أبوظبي ودبي والعين وعجمان، وإضافة إلى مشاريع أخرى كثيرة في مجلس التعاون. اليوم ضيفتنا أنا بسميها نجمة الهندسة المعمارية، المهندسة سارة صادق. حياك الله معنا سارة في شاي الضحى، منورتنا. شكرا، تسلمي، الله يسلمك. راح نتكلم أكثر عن مشاريعك وعن إبداعاتك، لكن من بعد ما نشوف هذا التقرير. إذا رجعنا مشاهدينا، وفعلا التقرير الصراحة فيه الكثير من المعلومات المهمة عن الأستاذة سارة، وهذا شرف لنا أن احنا نلتقي معك اليوم في شاي الضحى. العافية، ما قصرتي، شكرا. العفو. بالبداية خلينا نتكلم عن مؤهلاتك العلمية، يعني مشوارك الدراسي. أتوقع أن هذا هو الأساس اللي مهدك الطريق وللمستقبل إن شاء الله أكيد في الكثير من الأحلام والطموحات. كلمينا عن مشوارك الدراسي. أنا الله يسلمك تخرجت من أمريكا، جامعة روجر ويليامز في رود آيلاند سنة 2005. وطبعا كان حلم اي مهندس لما يتخرج انه يفتح مكتب هندسي ويحط له بصمه بالسوق والى اخره، ولكن طبعا لازم تاخذين 5 years experience دائما بالماركت، سواء كان بالحكومه او بالقطاع الخاص. وانا طبعا اتجهت للقطاع الخاص لانه كان عندي فيجن معين ليتر اون، او احتكاك خلينا نقول في المكاتب الهندسيه او في المقاولين لاخذ هذه الخبره والمواقع وغيره. فخلصنا 5 سنين في واشتغلت في شركه من اكبر الشركات العقاريه في حينها، ولله الحمد خذينا اكسبيرينس وايد كبير. وبعدها اتجهت لفتح مكتبي الهندسي سنه 2010. نعم ساره، يعني الكل يعتقد او البعض يعتقد ان الشهره والنجاح تي من وراء ممكن الفن الاعلام، لكن اليوم قاعد نشوف مثال يعني مشرف من يعني سيده كويتيه في مجال الهندسه المعماريه، اخذت شهره كبيره، والفتره اللي طافت وايد سمعنا اخبار حلوه عنك وعن المشاريع اللي راح ان شاء الله تقومين فيها وتشرفين عليها في ابو ظبي. هذه الشهره وهذا الكلام الطيب عنك والاشاده شو اللي يعني لك؟ والله شوفي، انا اول شيء كانت سعادتي لا توصف هالسنه، انه بعد جهد من 5 سنوات، وطبعا احنا ما اتجهنا لاي وسيله اعلاميه، كان عندي تارجت اني اخلص ال5 سنين، ومثل ما تقولين انه نجتهد نفرض اسمنا بالسوق، نشتغل في اكثر من دوله وليست الكويت فقط، ونحط بصمه معماريه. وبعد ذلك لله الحمد يا خبر اللي هو المنتجع الفندقي في جزيره دلمه. وكان طبعا الكويت كلها احتفلت معنا واحنا كنا جدا سعيدين فيه. وانا طبعا كان هدفي الاساسي ان بصمه الكويت تكون في كل مكان. طبعا يطلب منا في كثير من الاحيان احنا نتواجد هناك دائما في دوله معينه بالخليج، بس انا كان عندي اصرار دائم وما زال انه يكون المقر الرئيسي دائما بالكويت، يعني ان شاء الله باذن الله الصراحه، ونشوف المشاريع الحلوه هذه من الكويت. يعني الكويت تستاهل منا ان احنا نقوم بهالمشاريع هذه، وان شاء الله يعني مثل ما قلتي قبل لا نبدا الحوار واثناء الفاصل قلتي ان شاء الله يا رب يكون طبعا نأمل حق مشاريع كبيره بالكويت، وشباب الكويتي عندهم الطاقة والإبداع والجهد، فإن شاء الله نأمل حق مستقبل أفضل بإذن الله. أتمنى إن شاء الله يا ربي. خلينا نتكلم أول شيء عن البدايات. أنا ليش أقول البدايات؟ اليوم في أي مجال كان دائما تكون فيه صعوبات وتحديات كثيرة ممكن نواجهها، لكن في مجال عملك أستاذة ومجال دراستك أيضا، شنو هي الصعوبات اللي واجهتك وممكن تفيدين حتى الشباب اللي ممكن يقبلون على هالمشاريع هذه أو يخطون خطوة إلى الأمام؟ هل كان في فعلا صعوبات عندك؟ شوف الله يسلمك، بداية الجامعة كانت جدا صعبة. المعمار غير عن تخصصات عديدة من الهندسة، لأن في أول 3 سنوات يعطونش خلينا نقول كم كبير من الضغط عشان خلينا نقول يصفون المهندسين، هو with continuous graduation. يعني احنا مرينا بلحظات جدا صعبة، لا تنسين الغربة أيضا، وأن أنا كنت حزتها عمري بس 18 سنة ورايحة أدرس بروحي، فما كانت الغربة سهلة أبدا. فتخيلي الغربة زائد إنش لازم تتميزين وتجتهدين وتاخذين كريدت معين وتفرضين بصمة من أيام الجامعة. أنا دائما أنصح الطلبة، أنت ما تنطر لما تخلص، الشاطر شاطر من أول يوم. صح. وايد في طلبه ذي كانت سرفايف اول سنه او ثاني سنه ويحسون انه في ضغوطات، هني تبين القوه ان الانسان لازم يكافح يتعب. وانا طبعا ما انسى فضل الوالده ابدا، هي كانت السبورت الدائم، يعني انا حتى في لحظات كنت اقول ابي ارجع او ما ابي اكمل، هي كانت الحد الفاصل. يعني انا للحين اخاف منها ذي بتبي وما يبتئ، يعني قاعده دائما ارجع لها للحين يعني. فهي كانت الحافز الاكبر، كانت دائما تبي تشوفنا باحسن الاماكن واحسن الشهادات، وكان هذا الدافع المعنوي هو اللي خلاني لله الحمد اكمل الى الاخر يعني. وبعد ذلك لما بدا المكتب الهندسي كان في جدا من الصعوبات، ما اقص عليك، اشتغلت بالكويت كاني لست كويتيه، خلينا نقول كاني احد جاي من برا قاعد يتعرف على الكلتشر من اول جديد، قاعد يقدم شغله حق الكلاينتس الكويتيه من اول جديد. فبديت خلينا نقول من فعلا من الصفر،
وبدينا بداية بسيطة جدا وما حاولنا ان نستغل اي خلينا نقول كونكشن او معارف. انت تدرين الكلتشر بالكويت صح. بيت صديق الوالد مثلا او شاليه بنت عمة فلان يعني عشان يفتح لك مجال بالشغل كدعم يعني في البداية يكون. يعني انا حاولت ان هذا ما يكون حتى من البداية. انت اللي حاولت؟ انا حاولت وخذيت قرار لسبب كنت ابي اذا بديت ابتدي الطريق الصعب لان السهل راح يجي بعدين ليتر اون والابداع راح يصير اقوى وبعدين ما كنت ابي مثل ما تقولين ابتدي كما بدا الاخرون يعني في المكاتب الهندسيه. زائد الصعوبات اللي واجهتنا ان انت منو ما نعرفك انت بنيه جديده في مكاتب صار لها 30 سنه او 15 سنه للاسف يعني في احيانا يكون ما في ثقه بالكوادر الوطنيه مع ان عندنا طاقات يعني بس هالفكره تغيرت. انا خليني اكون صريحه يعني بالبدايه ما كانت موجوده لا. انا لما بديت كان في عدد قليل من المكاتب الهندسيه اللي ماسكينها الكويتيين بمسلف يعني الاركيتكت الكويتي او المدني لا. هو اللي ماسك مكتبه اي تو زد من ناحيه المشاريع تصميمها وادارتها. هذا العدد زاد من 2007 الى الان فتلاحظين الأسامي الكويتية برزت أكثر صح. صار الشاب الكويتي هو اللي بيمسك مكتبه وهو اللي باسمه ينطرح المشروع وهذا شيء يشعرني بالفخر والسعادة دائما لأن الكويتي هو اللي يفهم الكلتشر لهذا العميل سواء من حيث المتطلبات في المنزل أو خلينا نقول متطلبات الفيوتشر إكسبانشن شنو يحتاج حق بعد 20 سنة من الحين. لا تنسين الأراضي صارت غالية الريكوايرمنت صارت أكثر فابتدينا ندرس ذيز إشيوز. زائد الصعوبة اللي واجهناها شلون ناخذ خط جديد يعني عندك 300 مكتب لما انا بديت شغلي اللي ميزك يعني هذا شلون نحط خط غير ليش الناس لازم تيجي حق مكتبنا ليش الناس لازم تيجي حق سارة ليش ما تروح حق احد ثاني صح. فهني خلقنا احنا جو المنافسة حلو. طبعا حاولنا ان نبدع بالفكر المعماري يكون جدا مختلف عن اللي موجود بالسوق نشجع الناس ان يكونون كرييتيف ومثقفين معماريا ومطلعين. دائما نحاول نسوي وركشوب او برين ستور مع العميل في البداية نقول له this is your house هذا بيتك لا تنطرني انا اعطيك الصح والغلط بروحي انت ايدك في ايدي عشان نوصل ذا بيست برودكت. في بعض المهندسين يقول لا انا اشوفه كذي اذا لازم تتبعين خطواتي وهذه شفتها وايد سمعتها مع الاسف. انا دائما انصح حتى اليدد اقول لهم اعطوا المساحه حق العميل لان نجاحك من نجاح المشروع والجود وورد ماث اللي قاعد تجي من العميل ايضا. طبعا احيانا نشوف يعني في كل مجال عمل في منافسه كبيره ما بين المراه والرجل. نعم. في الهندسه المعماريه ايضا الوضع عندكم مختلف والمنافسه اكبر خاصه ان في ضغط في العمل ويطلب منك العمل التواجد الميداني في الموقع فكل هذه الامور يعني شلون انت قاعد تتعاملين معاها وشلون شايفه المنافسه في مجالك مع الرجل؟ شوفي المعمار بحد ذاته وفي بعض المشاريع تكون وايد كبيره بالحجم دائما يثقون خلينا نقول بالرجل اكثر لانه يقدر يتحمل هالجهد والضغط او ساعات العمل المتاخره الى اخره. طيب ما مو لان الرجل مثلا كون سمعه في البدايه في ممكن هذه ممكن طبعا لا تنسين الريال اسهل انه يسوي سوشيال نتورك اسهل انه يدش الديوانيه ويعرض مثلا انه عنده مكتب او انه هي كان تيك بيك بروجكت. انا بالنسبه حقي طبعا هالعامل كان جدا صعب ولكن سبحان الله كان توفيق من الله سبحانه انه الكلاينتس هم اللي يونا وعطونا الشانس. وايد في كلاينتس انا ما انساهم ابدا واحد واحد طبعا بس ما راح يكفينا الوقت اذكرهم. احنا وصلنا لله الحمد الحين 109 عميل من فيلل من عمارات سكنيه او استثماريه لو ما ثقتهم احنا اليوم ما قدرنا نوصل. فبالعكس في وايد ناس كانوا يقدرون يروحون حق مكاتب هندسيه برا الكويت او مكاتب هندسيه اقدم بس قالوا ساره احنا بنعطيك هالفرصه انك انت تبتدين وفعلا كان في جود وورد اوف ماوث وابتدوا الكلاينتس ذي كم ون افتر ذا اذر. بس للحين ما زال السوق العقاري اذا في عمارات او ريزيدنشال كومبلكس او مشاريع اللي ضخمه يثقون في المهندس الرجل اكثر من المراه. احنا شوي كسرنا هالقاعده لسنه 2014 ويانا مشروع من شركه عقاريه وكان مشروع جدا كبير وضخم وراح يعني يكون نقله نوعيه بالكويت ولله الحمد اعطونا كل المشروع كانت كتصميم معماري وان شاء الله ناطرين المراحل الاخرى ايضا ان ننتقل فيها معاهم. فهذه الصوره تغيرت بس فعلا عدد المعماريات جدا قليل سواء في السوق العالمي او حتى بالكويت. يعني هو مو بذاك العدد مثل ما شرحت لك طريقه الكلتشر او الكوميونيكيشن ولكن حق الريزيدنشال الثقه في المراه شوي لها مساحه اكبر انا اعتقد. وان شاء الله يعني حتى بالمستقبل قاعدين نشوف المراه مع وجودها في هذه المجالات. هي طبعا لما المراه تدخل هالمجال هي حابتها ورغبتها نعم. منها مو نعم. كثر ما هو يقولون ان المراه تبي تتحدى هي مو تحدي ولا منافسه نعم. بالعكس هي تكمل الرجل وجودها جنبا الى جنب الرجل هذا معناته طبعاً. ان المجتمع واعي ومتفهم الى الكثير طبعاً. من المتطلبات بالمستقبل ان شاء الله نعم. طيب الحين نتكلم عن تصاميمك ما شاء الله عليك يعني وهم راح نتكلم عن المشروع الكبير اللي قاعدين تسوونه في ابو ظبي لكن خليني اول شيء اتكلم عن تصاميمك الافكار هذه كلها
كلها ما شاء الله عليك والابداع كله، من وين تستوحينه؟ يعني البدايه قلتي الوالده الدعم اللي قدمته لك، لكن بالنسبه لافكارك اكيد في شخص او مكان تستوحين منه. شوفي طبعا انا ما انكر فضل هم الدور اللي قدمته الجامعه، انه شلون الانسان دائما يكون كرييتيف اند ابديتنج ذا ايدياز. دائما احط لي مو اقل من ساعه يوميا تو دو، خلينا نقول نيو ريسيرش او بحث جديد، عشان الافكار الجديده اللي لازم نطور فيها نفسنا. ايضا انا دائما احب اني اشرك الموظفين عندي بالمكتب في الافكار، شنو الافكار الجديده، دائما احاول اسمع منهم. يعني تشاورينهم مثلا؟ دائما، وفي بعض الاحيان اخذ افكارهم واخذ فكرتي انا، لان احسها افضل للعميل. احنا النهايه بالنسبه حقي دائما مع هذا النقطه دائما احب اوضح، المهندس المعماري يقول اذا هي فكرتي اذا انا لازم افرض الى اخره. نجاحك انت اذا العميل كان مستانس. نعم. وانت بما انك تبي العميل يكون راضي اذا لازم تعطيه الافضل والجوده. صح. والاتقان. صح. والدقه. فهذه ما راح تجي فقط من شخص واحد، هي لازم تجي من فريق عمل كامل. نعم. فكل واحد بالمكتب قاعد يكمل الاخر. نعم. ايضا يعني دائما احاول اطلع اشوف، دائما اسافر حق مشاريعنا اللي برا الكويت. طبعا بالنسبه حقي دبي مصدر الالهام، يعني دائما في مشاريع جديده، في مشاريع متطوره، او لما نسافر الى دول اخرى دائما احاول اني اخذ جزء من هذا خلينا نقول التريب او كم يوم منهم، ان نكتشف شنو الجديد او شنو الاشياء المتغيره. واهم في نقطه حابه اوضحها، ساعات حتى لما يصير عندي الانسبريشن شوي داون، دائما في عندك انت جندي مجهول يسوي لك هالكوش اللي وايد ناس ما تعرفه. طبعا انا زوجي ابو غاليه ما انسى فضله ابدا، الله يحفظك. من اول يوم بديت في المكتب الى اليوم لما اكون داون، او حتى كنتوا قاعد تحكون عن فقره الاكتئاب قبل شوي، يعني ساعات الانسان لا تنسين المرض تمر في ضغوط نفسيه، وهذه مهنه جدا شرسه، وانت مع منافسه جدا شديده مو بس بالكويت، خصوصا لما نشتغل برا الكويت في مكاتب عالميه. فما انسى فضله في هذا البوش او الدعم اللي يعطينا الانسبريشن. انا دائما اقول له الجمله، وراء كل رجل عظيم امراه، بس وراء كل امراه ناجحه رجل يدعمها ويمسك ويتفهم. ايدها ويتفهم طبعا ظروفها. يعني انا ابو غاليه لو ما هو كان كنت واصله بعض المراحل اني ما اقدر تو كونتينيو، خلينا نقول هذا العمل. هذا وجود المراه والرجل. يعني نعم طبعا اكيد يكملون بعض. نعم. يعني عندك ما شاء الله ساره مشاريع كثيره. نعم. اذا نبي نتكلم عن مشاريعك المعماريه خارج الكويت، ابرز المشاريع اللي اشتغلتي فيها واللي قريبه من قلبك. طبعا شوفي مشروع جزيره دلمة وايد تحكوا عنه، قريب الى قلبي مو بس لانه ديزاين معماري، خلينا نقول نقله نوعيه لي انا كمهندسه، زائد ايضا نقله نوعيه لي كمكتب هندسي. ولكن الشخص اللي اعطاني هذه الفرصه اللي هو سيد سعيد السويدي، اللي هو صاحب المشروع، اللي بسبب ثقته واختارنا من بين عده مكاتب، كان جدا هالشيء مميز بالنسبه لي. فتح لي بيته وانا كنت كاني جزء من افراد عائلته، واعطاني السبورت والدعم الكامل، واعطاني المساحه الفنيه للابداع، وكان انسان جدا يتميز بالابداع والذوق والحس، زاد الاسلوب في التعامل. هذا يعني يخلي حتى المهندس المعماري في كثير من الاحيان ينحرج انه لازم يقدم اكثر مما هو متوقع. فاحنا الحمد لله الله قدرنا ان نعطيه واتس ان هيز مايند، يعني از ان ايديا، وهو الحين لمده الاربع سنوات اللي طافت صديق جدا عزيز، ونعتبر فرد من العائله طبعا. ومميز عندي لانه ايضا حاز على رضا الحكومه في ابو ظبي. شيخ حمدان بن زايد القى نظره على المشروع واخذ زياره في الجزيره، وعرضوا عليه البرزنتيشن كامل، ويتابع المشروع يوميا مع المالك ايضا. وان شاء الله باذن الله الله يوفقنا ويكون لنا لقاء ايضا معه. وسعيده اني رفعت اسم الكويت في مكان في منافسة جدا شرسة، يعني ما كانت سهلة. نعم احنا الخبر وايد فرحنا، يعني كل الكويت الأمانة فرحت أن تم اختيار بنت كويتية أنها تمسك هذا المشروع. نعم الحمد لله. يعني الأفكار هذه الصراحة كلها، وأن تكون يعني امرأة موجودة في هالمجالات هذه، واللي دائما نسمع عنها مقتصرة حق الرجل، ولو أن في يمكن من الشخصيات النسائية لكن دورهم يمكن أو مو وايد فعال أستاذ اليوم المجتمع في مثل هذه المجالات. إن شاء الله احنا نشوف أعداد كبيرة بإذن الله من النساء، لأن مثل ما أنت قاعد تشجعينهم، يعني أنت براهم عندك التزاماتك ومسؤولياتك، لكن قادره انك توفقين بين الاثنين. لازم يكون في دعم بعد بالنهايه، يعني اكيد طبعا الاسره. انا دائما اقول الشخص اللي يبي النجاح يرسم له الخط. صح. وايد ناس يعني مثلا تتشائم او تقول احنا ما صار او انا ما صار لي، او يعني تحط خلينا نقول الباد ان فرونت اوف ذم، مو خلينا نقول البوزيتيف فيلينج، يعني تحط كل الامور السيئه اللي انه انا يعني ليش مو قاعد يصير معي شيء، ليش ما خذيت هالمشروع. الواحد لازم يسعى بالبدايه والنهايه، هذا رزق الله يوزعه.
صحيح. زائد الانسان المجتهد دائما يحصل الى نتيجه. احنا ما توقعنا بعد هالخمس سنوات ان نوصل لهذه المرحله من مشاريع في دول الخليج وليست فقط الكويت يعني. ان شاء الله. فدائما لكل مجتهد النصيب الحمد لله. واشجعهم اكيد دائما جميعا. نعم للامانه وايد استمتعنا معك. الله يسلمك. وايد فخورين فيك وربي يوفقك ان شاء الله. الله يسلمك. شكرا. المهندسه المعماريه المبدعه سارة صادق. شكرا لك. شكرا لكم. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. في لقطات على فكره فاطمه. نعم. اكيد مهندستنا الاستاذه ساره صادق بعض التصميمات راح نشوفها مع بعض مشاهدين ونرجع لكم بالتاكيد.